السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب دود سبورت، اهلا بكم. اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، وعلى طول دايما بتوحشوني. واهلا وسهلا بيكم في حلقة نارية، مش هتغمض عينك والله العظيم. قبل ما نخش على الحلقة والاخبار اللي عندنا والمتعة والاثارة ولقاء الجبابرة داخل ملعب الدود سبورت، عايزين نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو بإذن الرحمن إلى 5000 لايك. بنجح بيكم ودعواتكم بإذن الله تعالى. أكون دايما عند حسن ظنكم، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحم شهداء فلسطين واليمن والسودان يا رب العالمين، وتوب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي يكمل تمريناته بس ببعض اللعيبه اللي كانت مريحه في لقاء مازيمبي واللي لسه راجعين من الاصابه. وطبعا النادي الاهلي الساعات اللي جايه او الساعات القادمه هنعرف كل شيء، لكن لحد الان النهارده النادي الاهلي عنده تمرين الساعه 9 مساء النهارده، وعوده كل من امام عاشور نجم النادي الاهلي ومحمد الشناوي في التمرين اللي هيبدا من التمرين بتاع بكره الجماعي، واليو ديانج ومروان عطيه وياسر ابراهيم واحمد كوكا، وان شاء الله هيكونوا جاهزين قبل لقاء مازيمبي. لكن ايضا من وجهه نظري مارسيل كولر مش هيدفع بيهم، وهيقدر يشتغل باللعيبه اللي موجوده، علشان اللعيبه اللي لعبت هناك طبعا هم اللي هيبداوا بنفس الشكل، وانا واثق من قدراتي وامكانياتي وكلامي اللي الناس دي هي اللي هتبدا، علشان كمدير فني ما ينفعش يدفع باي حد من اللعيبه دي بعد الاصابه الطويله، اذا كان للشناوي او لياس ابراهيم او امام عاشور او لمروان عطيه. اللعيبه دي قعدت فتره طويله جدا يا جماعه، لا يقل من 3 اسابيع لشهر، وانا شايف ان مارسيل كولر مش هيقدر يستغنى عنهم او مش هيقدر يبيعهم في لقاء زي مازيمبي في لقاء العوده. تصريحات ناريه، تصريحات ناريه، وهنخش على المحيط الاطلنطي، ولا اقول لك نخلي التصريحات الناريه دي وكوارث ابراهيم سيد خليها على جنب. الخبر الثاني وهو خبر خليفة علي معلول، خليفة علي معلول في حالة تجديد سنة لعلي معلول هيكون البديل بعد عودة محمد شكري نجم سيراميكا بالرباط الصليبي. خلى النادي الأهلي ركب محمد شكري شوية على جنب وقدر يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب التونسي وهو علي العبديني صاحب ال 31 سنة، يعني مش قادر أقول لك بصراحة علي العبديني هنتكلم. طب ما عندك يحيى عطية الله عنده 31 سنة، يعني برضه مش اللي هي، لكن النادي الأهلي مهتم جدا بالصفقة دي، علي العبديني نجم منتخب تونس. نخش بقى على الكوارث وقفل الكيد الجديد للزمالك، وخالد بوطيب عايز إيه؟ والملايين في الزمالك عايزة إيه؟ وسيادة الموسيقار عايز ايه؟ ابراهيم سعيد طالع في تصريحاته بالامس بيتكلم وبيقول لك شيكابالا منين اسطورة؟ احمد سيد زيزو منين اسطورة؟ ابراهيم سعيد بيقول وبيرد ابراهيم على بعض التصريحات، بيقول الاسطورة وهذا كابتن محمود الخطيب، كابتن صالح سليم، كابتن ثابت البطل، كابتن مش عارف مين، كابتن مين. ابراهيم سعيد عمال يطبل للنادي الاهلي، وابراهيم سعيد مش هتخش النادي الاهلي يا هيما، مش هتخش النادي الاهلي. وانا بقول لك خدها مني بضمان التعليق العربي، ابراهيم سعيد لو فضل على الشغل الجميل ده على طول دايما برضه مش هيخش النادي الاهلي. وتصريحات ناريه، علشان في اساطير كتيره جدا بعيد عن زيزو لسه مكمل في الملعب، شيكابالا لسه مكمل، في كابتن حسن شحاته، في حلمي طولان، في كابتن فاروق جعفر، في بعض اللعيبه اللي كانت قديمه جوه نادي الزمالك، دول اساطير بمعنى الكلمه. لكن انت بتتكلم على زيزو لسه راجل بيلعب، شيكابالا لسه راجل بيلعب، ابراهيم سعيد مش لاقي حاجه يعملها، مش لاقي فيضان. قيد نادي الزمالك، قفل قيد نادي الزمالك من جديد. وخدها مني
يا دود يا سبورت، كل يوم في العيد قفل كده. خالد بطيب اللي مستمر في قفلانه، ومنه سيادة الموسيقار اللي منه لله قفل كده نادي الزمالك علشان 3 مليون دولار عاملين 150 مليون جنيه مصري. كابتن ممدوح عباس يقول لك ادفع يا بيبرز، يدفع بيبرز، خد يا بيبرز، خد يا بيبرز. قلبي كابتن ممدوح عباس مفيش مشكله، حبه في نادي الزمالك مفيش مشكله، لكن قيد نادي الزمالك تحت قياده الاستاذ حسين لبيب رئيس مجلس الاداره مع كابتن ممدوح عباس مع كابتن البيرزي برضه مع بعض وايد واحده داخل نادي الزمالك، وحل مشكله القيد وال 150 مليون اعتبرهم اتدفعوا، علشان مش هيكون في قفل قيد جديد لنادي الزمالك مره ثانيه. سيادتي الموسيقار، حجز طعن اليوم حجز طعن اليوم الى 20/5/2024 علشان يقول لك انا اللي بوظان انتخابات نادي الزمالك. خلاص الانتخابات خلصت، انت في الجلاشه، انت في الجلاشه. وانا بقول لك يا سيدي انت عهد بينك وبين نفسك بصراحه عشان احنا تعبنا. وانا بقول لك سياده الموسيقار طالع بيقول لك انا رئيس نادي الزمالك لحد اخر نفس في عمري. يا جماعه يا جماعه احنا ماشيين بالعلاج، احنا ماشيين بالعلاج، الله يبارك لكم، احنا ماشيين بالعلاج قسما بالله علشان احنا تعبنا وزهقنا ومش قادر اقول لكم عاملين ازاي. سيادتي الموسيقار، عرض خيالي لامام عاشور نجم النادي الاهلي في الوقت الحالي من الشباب السعودي بمعدل 11 مليون جنيه مصري، 11 مليون دولار، يعني عاملين 350 مليون جنيه مصري. هل الاسطوره هيكون فاتح الخزينه لاحد المبالغ القويه دي؟ انا بقول لك خدها مني بضمان التعليق العربي، لو انا في مستقبل الراجل ده او انا مش عايز اقف في مستقبله وهيوفر لي وهيديني وهيحط لي في خزينتي 350 مليون جنيه، انا بقول لك يا سيدي خدها مني، اتكل على الله، ونادي الاهلي مستنيك في اي وقت وتعود تاني من جديد، والراجل بيقترب من الشباب السعودي بمقابل 350 مليون جنيه مصري وبس. يا رب باذن الله كل حلقه عجبتكم. قبل ما اقفل معاكم نعمل اشتراك للقناه وفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى 5000 لايك، بنجح بيكم دعواتكم باذن الله تعالى، اكون دايما بحسنكم. انتظروني غدا في حلقه ناريه مش هتغمض عينك من ملعب الدوت سبارت. بشكركم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.